شو اللي صار سيف؟ ما بعرف، كنت عم استنى، كان عيلي بيتصل فيني، بعدين سمعت من الراديو. وين كنت؟ كان باجتماع كتير خاص، ما خلاني فوت معه. وين؟ لما فتت لشوف ما لقيت شيء، وكأنه ما حدا فات لهالمكان من 10 سنين. وبتعرف مين قابل هنيك؟ لا ما بعرف. حتى انت ما بتعرف؟ كل سنة أو سنتين كان بيجتمع هنيك. وليش لقوا جثته بالسلطان أحمد؟ ما بعرف، ما فينا نقول هالشي لحدا، ولازم نلاقي حكاية يصدقها الكل. مين البنت يلي أخذتها معك؟ حضرتك كيف عرفت؟ بعرف كل شيء. قال لك عدنان إني كنت هونيك ما؟ قال إنه حلوة روسية ولا شو؟ أنا بكره الحكي الكتير وخاصة الفاضي. اسمعني منيح محمود، أنت بتعرفني قديش أنا عصبي ما هيك؟ أوعك تحكي شي بيزعجني أبداً. وفيك تقول برافو عمران، كيف ردت الحياة للأخ ميماتي؟ ها مفكرين سهل نلاقي مثل هيك ممرضة وبهالمواصفات؟ ممرضة روسية؟ لا فرق بين عربيا وأعجميا إلا بالتقوى. بعدين ما في فرق بين دين وعرق ولغة. بعدين البنت مانا روسية، أنا بعرفها منيح. معناتها غريبة، احكي معها. لساتهم محافظين كتير وحريصين على الأخلاق بمناطقهم، كل النسوان هنيك هيك. بعدين حاجتك تلعب مثل النسوان وخجال من حالك. إجا المعلم. لا عبود، إذا بدك انزل اشرب شاي جاهزة. صبولي كاسة. يلا صادق، هات كاسة شاي وخدها لعبد الحي بسرعة. عبود شو في؟ شو صاير معك؟ احكي لي. برخان لي مات. لا يا، وان شاء الله الوضع مو متوتر. ما بدي حدا يفوت لعندي، وما حدا يتحرك من هون، عنا شغل. شو بدي ساوي؟ طرخان لي ميت ومراد مو مبين، كيف تركته لحاله؟ كان لازم رحت معه، ليش ما رحت؟ مجانين محاسين بالوضع. بعد ما نتجاوز التحقيق الأول للحكومة، بيسأل مكتب التحقيق قراخان لي شو كان عم يساوي بمنطقة السلطان أحمد. وفوق كل هالاحتمالات كمان والوضع يلي برا، رح تطلع إشاعات كتير. الكل بيعرفوا إنه قراخان لي ما بيروح لأي مكان لوحده. انسى إنه ما بيروح بدوني، كيف منألف كذبة إنه راح لوحده وبدون أي حراسة؟ انت قلت كل سنتين كان يروح لهنيك؟
مو بس هيك. ما رح تفرق، نحنا رح نغير المكان. كلياتنا منحتاج هلا لسيناريو يكون محبوك ويليق بالقرخانلي. الأولاد كان يروح يساعد الأولاد لأيتام لوحده، وبهديك الليلة طلع لوحده لأنه ما بيحب حدا يعرف بهالشي. وبما أنه كان يعمل هيك من زمان بيعرف المكان منيح. كويس، لازم نخبر الكل بهالشي. ما بعرف شو النتيجة، بس أنا برأيي فينا نألف حكاية عن الرجال يلي فقد ابنه الوحيد. لهيك كان يساعد الأولاد الأيتام بنفسهم. لازم أعمل اتصال. شو عم تعملي هون؟ ولا شي، صفية لساتها مع أمها. فيني استعمل موبايلك؟ طبعا. انت صرت أحسن؟ خفتي علي؟ قلقت عليك. اشتقت لك كتير. فجأة ذكرتني وأنا اشتقت لك. نحن ليش ما قتلنا السيف؟ ضعف ولا قرخان لي. إن شاء الله خير. إيه أختي. أي أخت عبد الحي؟ هذا أنت معلم؟ إيه معلم. أنا خلوكم بالمكتب، لا تطلعوا. الحمد لله. شغلي ما بتتصدق، قتلوه بالسكين. مفكرين الناس أغبياء؟ محمد قرخان اللي بقوته بينقتل بسكين بساحة السلطان أحمد وبيتركوه. يا ترى المسكين شو كان عم يساوي هنيك؟ وشو بده يساوي هنيك يعني؟ قتلوه بشي مكان وزدتوه هنيك. ولا كيف بينقتل شخص ما بيمشي بدون حراسة ما بتمروا علي؟ يعني معقول يكونوا قتلوه مشان شغلة علي؟ مين هاد علي؟ شعر علي. هنن مو أخذوا شعر علي؟ وشعره
شو له علاقة؟ بجوز يكون له أعداء وبكرهوه كتير. الكبار إلهم أعداء كبار. في إنا بالموضوع عمي عمر. فرخانلي بينقتل بسكين، سكين مو بمسدس، بيقتلوه وبيرموه هنيك بكل بساطة. والله شغلي بتزعل. قال إنه علي ابني. يا ترى علي ابنه ولا مو ابنه؟ بس مات بدون ما يعني ابنه. وأمه المسكينة وصفية الله أعلم كيف حالهم. راف جنبهم. لازم نروح نعزيهم. تعرفوا أكيد رح يقولوا إنه لقوا المجرم. شخص متشرد طلب منه مصاري ما عطى، قام مشان هيك قتلوه. أنا ما عملت شي لحدا. وين كنت مبارح؟ مشيت شوي أنا ورفقاتي. وين تمشيتوا؟ بمنطقة جان كورتران. رجعنا على البيت وسهرنا مع بعض. إمتى طلعت بعدين؟ بنص الليل. وشو بعدين؟ تمشيت، كنت سكران. شو شربت؟ مشروب بس ما بعرف شو اسمه. وساحة السلطان أحمد؟ ليش أنت كنت هنيك؟ ما كان في زباين، استنيت كتير ما اجى حدا. قلت لحالي لنام شوي. بعد ما استرخيت على الكرسي اجى واحد سكران وكأنه شي شغلة وقعد على بلور سيارة من السماء، وفاقسة معه الحكاية وصار يدق على البلور وطلب سيجارة. ولما شفت على خصره في سكينة كبيرة قلت الله يلعن الشيطان، عطيته سيجارة وقلعته. صحيح كان سكران بس خفت يذبحني، وعطيته بنزين للسيارة ويا فكيك والهريبة تلتين المراجل. أي سيارة تاكسي؟ ليش أنا معي مصاري لأخذ تاكسي؟ وشو كنت عم تسوي بالسلطان أحمد؟ سلطان أحمد شو؟ اسمع منيح، احكي لي بصراحة لشوف حتى أقدر ساعدك. حضرة الضابط، أنا شربت كتير، حتى شربت العرق سك وحب كمان. لو شفت أمي وأبي ما بعرفهم. وليش بتحمل سكين؟ الكل بيحملوا مسدس وأنا ما معي، وأنت بتعرف الروح غالية كتير. كيف وصل الدم لتيابك؟ دم؟ كنت مخلص شغل وراجع على البيت، قلت لحالي لأمشي من هالطريقة أقرب. صح في درج بس أحسن، بنزل على الشاطئ. ولما قربت من سلطان أحمد شفت اثنين عم يتقاتلوا، كان عتم مو واضحين. كان في واحد طويل دفش التاني من بعيد كأنه كان عم يقلن إلع من وشي. كان التاني رح يوقع بس سند حاله وبعدين رجع لعنده، طلع سكين من خصره وقال له بقت لك هون ولك. وأنا خفت شوي، قلت لحالي بلالك وجعت هالراس، حمول حالك وهرب. ما بعرف إذا تخانقت مع أي حدا. ضربت لك شي حدا بالسكين؟ أنا بشتغل على الشاطئ مشان هيك بحمل السكينة، مشان ما أخاف وبس بخوف الناس فيها، يعني تخويف بس. وبتعرف اللي قتلته؟ قلت لكم ما قتلت حدا صدقوني. والمصاري اللي بجيبتك؟ سيدي ما كان معي ولا قرش لما طلعت. أي ساعة؟ ما بتذكر أي ساعة. الدم اللي على قميصك نفس دم المقتول. أنا شو هالحب هداك اللي أخدته؟ ما بعرف. يا ترى نفتح قصة أيمن؟ القرار للعائلة، بس برأيي أنا إذا تعاوننا بجوز نقدر. بس أنا رأيي غير هيك، خصوصياتهم لازم تضل سرية. موضوع أيمن أكتر شي رح يأثر بالمجلس، والمجلس رح يقول إنه من الطبيعي يستلم منصب أبوه، بس ماله موجود هلأ. بلكن قتل بسبب أيمن. المرحوم ما كان بده نرجس تحزن بنوب. طلع
طلبي الوحيد منكم هو انكم تلبوا وصية محمد. المرحوم كان كبير، حتى بآخر أيامه كان عم يأسس منيح، كان بيعرف وين يحط رجله وبيعرف يحركها عند اللزوم، كان يحاول يساعدنا كلياتنا. حذرته كتير، لا تعطي ثقتك لحدا بنوب، لا تدير ظهرك لأنهم راح يقتلوك من ظهرك. وصار يلي توقعته، وهو كمان قتل خسرو في آغا من ظهره. يلي راح راح، هلا شو رح نعمل مع الباقيين؟ حتى لو كان هو رئيس المجلس، قرخان لي مانو أكبر من المجلس. حطوا رئيس للمجلس؟ تعرف في كتار ممكن يترشحوا لهيك منصب، بس سيف راح بيقول أنا الوريث الطبيعي. وما لازم ننسى إسماعيل، وحتى اللي قتلوا البارون أنا متأكد إنهم بيكونوا حكوا شي لإسماعيل، ولازم نعرف شو هو. وشو رأيك أنت؟ أنا أكبر واحد فيهم، لهلأ مين طلب مني أن يكون البارون وأنا قلت لا. ضيا بيك، ترك لي موضوع الروس، لازم تقعد على كرسي البارونية. من هلأ ورايح كفاح رح يجمع الكل حواليك، لا تخاف، الروس وأصدقائنا الأمريكان رح يبوسوا إيديك. ما بدي نفتح موضوع أيمن، بلكي في شي حدا ناويله على الأزخ. مثل ما بدك يا خانو. سيف، تابع لي أنت إدارة أعمال محمد. ومراد ما رح يبخل بمساعدته، رح يوقف معنا منيح بالأيام اللي جاية. بس وجودي أنا معكم بخاف يضايقكم، ما بدي يكون تقيل عليكم. محمد عطاك قيمة كتير كبيرة، وأنت صرت واحد من عائلتنا. معلم، اجوا جماعة الأمن. سيد نظام الدين اهتم بالموضوع رجاء، ما في حدا جاهز ليعطي أقواله لسه. لا تكلهم. نرجس، آسف، آسف كتير. أنا مو مزعوجة منك، أنت ما عليك أي ذنب. أنت تركت رفقاتك ورحت أخذت حبوب وركبت بالباص لساحة السلطان أحمد، طلبت سيجارة من شوفير التاكسي وعطاك السيجارة فورا، بعدين هرب، وبعدها شفت شخص أنيق لابس مانطو قلت له شلحه، ورحت وطلبت مصاري عطاك، وطلبت ساعته وعطاك إياها، طلبت جزدانه لما ما قبل إنه يعطيك الجزدان خنقته مع بعض، أنت هددته وقلت له رح أقتلك، ولما هرب الرجال أنت حاصرته عند السلطان أحمد وغزيت السكين بظهره وضربته 7 مرات بالسكين،
من فوق لتحت. حتى لو عملتها ما عم تذكر. ابني الكذب ما رح يفيدك، كل شي مبين. طيب قولوا لي مين قتلت؟ أكبر رجل أعمال بتركيا. طيب لنقول إني عملت هالشي، شو كان عم يعمل هيك رجال وبهيك ساعة بهديك المنطقة؟ منحب بتعرفوا بشكل خاص إنه السيد قرخانلي ولأسباب خاصة كتير كان مبارح بعد نص الليل بساحة السلطان أحمد لوحده. لازم نعرف الأسباب سيد نظام الدين. الحقيقة ما كان بده أي حدا يعرف بهالشي إطلاقا، وما كان يسمع منا، وما كان يقبل ياخذ الحرس معه، ولوحده كان يروح لعند العائلات الفقيرة والولاد الأيتام يلي بالشوارع ويساعدهم بنفسه. هلأ أتوضح سبب هالجريمة. بهديك المنطقة في كتير من العائلات الفقيرة بيشهدوا على كرم السيد قرخانلي. انتو بتحبوا تقدموا هالشي للقضاء ولا منقدمه نحنا؟ برأيي انتو قدموا للقضاء لأنه عائلة المرحوم حساسة لهالأمور. فهمت. بدنا من حضرتكم توقفوا القاتل وتحولوا ملفات المرحوم صديقي للتحقيق، لأنه أكيد عائلة المرحوم رح تطالب بهوية القاتل. طبيعي. ايمت فيهم يعطونا إفاداتهم؟ أكيد مو اليوم، حالتهم سيئة. ومشان أغراض وهوية المرحوم محمد قرخانلي أنت رح تيجي لعنا مشان تستلمهم. اسماعيل حبيبي، أنا من 30 سنة ما أخذت ولا يوم إجازة عن الشغل. لكبرتي صرعتني بكلامة. إذا ما طلعنا هلأ إمتى رح نطلع رحلة؟ أنا إذا بموت اليوم رح تنبسط هالمرة اللي عندي، ورح تقول الحمد لله صار فينا نسافر. إيه، مضطر أخذها لسويسرا، يعني لفترة. نعم، بتخلص الإيداعات باري ضل عندك، ولك إيه حط كل المصاري. خسرنا زعيمنا وكتير زعلانين، بدك نخسر المصاري ونروح ندفن فيها المرحوم يا روحي؟ كيف صار هالشي يا حبيبي؟ يلي صار صار، ما في منه مهرب. ها؟ شو؟ مهرب شو يا حبيبي؟ تغيرت الأمور. أنا حذرت القرخانلي دائما، قلت له دير بالك، ما سمعني. أي حدا بمكانه إيه ما راح يفكر بشي. شو راح يصير للإمبراطورية والمجلس كمان؟ اللي مين يلي راح يدير هالمساكين؟ أبو الخيطان، راح رشي حالي للبارونية وإنت بدك تدعمني. ها؟ أنت راح تصير الزعيم وأنا بعدك. ما حدا بيعرف طرق التجارة العالمية غيري، والمصاري معك، والجماعة مشان ما ينتهوا لح يضطروا يدعمونا. اسماعيل حبيبي، لا تحلم بحياتك انه يسلمونا منصب الملك. نحن حطينا كتار على الكرسي ونزلناهن، وهلأ اجا دورنا. كنت بالإعدادية لما مات أبي بالثاني، كنت صغيرة. كانت هديك الأيام صعبة. أخوك علي دخل حياتي من وقتها. رهف عن جد؟ تعرفنا على بعض بالحارة، كان أكبر مني وما كان يتركني، ومن وقتها كان يعاملني كأنه أخته الصغيرة، يعني على طول كان عم يحمي بنت الحارة. وبعدين شو صار؟ كنت انزعج لما يعاملني على اني صغيرة، هو الشاب الكبير وانا البنت الصغيرة. لمرة مشينا سوا من منطقة مودا لمنطقة ساليجان، وقعدنا مقابل برج البنات، وقلت له عندي شي بدي اقول لك اياه، واعترفت له.
ضلينا بعد نقعد بهالمكان 10 سنين. قديش حظي سيء، لا مع بابا ولا مع ماما ولا مع أخي اللي ما بعرفه. قعدنا مع بعض 10 ساعات. هيك الحياة. بس لا تخافي، نحن معك، عم عمر وخالي نازك وأنا ومراد. إذا هلأ رجع أخي أيمن رح ترجعي له، مو هيك؟ يمكن. شكرا. صحة وهنا. الوضع كتير سيء خليل بيك. انت بتوصلك اخبار من الدولة اخ تركي خنطرجي؟ بتعرف انه مالي ارتباطات معه. شو قالوا؟ ما قالوا شي ابدا. بيني وبينك ما بعرف معلومك، لانه هني ما بهموني كتير. لك حتى انا هالفقير ما بقتل حدا بهالطريقه البشعه. انسى قرخان لي، بدهم يوصلوا لنا رساله. مين؟ لو بعرف لك انت. انا البارون. شو ناوي ترشح حالك للبارونيه؟ إلي شو شايفني قدامك لحتى ألبس جرافي؟ لك أخي تركي، أي بارونية؟ بس إذا بدك هالشي بدعمك لا تاكل هم. طالما في بالمجلس كبار، ما برشح حالي بنوب. ضيا ما؟ ولا سيف؟ وأنت؟ رح قرر هالشي بعد ما ناقش كل واحد لحاله. اللي بيعطيني راس كفاح رح ادعمه. الله يحمينا. لوين رح يوصل هالاغتيال؟ قطعوا راسه. مين ما كانوا؟ رح تكون الضربة قوية على الباقي، بس الأقوى يلي بيضل واقف. مسخرة. كيف بيعتقلوا القاتل وعرفوا مين هو بساعتين؟ بما انهم لبسوا القضية لشخص بهالسرعة، معناتها خطة قتل السيد قرخان اللي كانت قديمة كتير. هنن يلي بعتوا الكارت؟ أي كارت يا خانم؟ الشيء الذي ستملكه هو هذا، والشيء الذي لن تملكه هو هذا. هيك كان مكتوب على الكارت. فيني شوف الكارت لو سمحتي؟ بلكي منوصل لشي. حرقوا محمد. كيف قدروا يوصلوا الكارت لهون؟ بطريقنا. عطانا يا ولد ونحن بالسيارة لما كنا راجعين من محل السيد عمر. شو كان بيخسر لو خبرنا الحقيقة؟ لما يجي ابنه رح يعرف كل شيء. شلون؟ المرحوم عطاني أمانة وصلها لابننا. إذا ما كانت خاصة فينا نشوف هالأمانة لو سمحتي؟ بلكي منقدر نعرف شي عن هالجريمة. آسفة، وعدت محمد. مكتب التحقيق بده شي حدا
من العائلة الكريمة لحتى يتعرف على المرحوم. كان القارة خان لي قوي. بعد وفاته كل الأساسات رح تتغير. هو اللي حضر لنهايته، ما كان يقبل بشراكتنا. ما رح نحلل موضوع وفاته، وهي هي فرصتنا. مع الأساسات الجديدة لازم يرسى كل واحد منا على مينا. الكل مفكر نحن اللي عملناها، ما بيقربوا منا. بعد تحسن العلاقات الروسية التركية، موت شخص أمريكي رح يخلي الرياح الروسية تهب منيح. على الأقل هالرياح رح تهب مشاننا ومعنا. نحن بعد ما ندخل السوق ما رح نتأثر بهالشي. صار ميت كذا واحد، مات المنشار ومات خسروف، وحتى قرخان اللي مات ما بينحملوا بطيختين بإيد واحدة. يلي ما رح يتعامل معنا رح يموت. بعد ما نفجر له راسه لازم نقطع له جسمه شقف، ولازم هلا نقتل مراد على مدار مع التانيين. هيك شغلة مو سهلة، شو مفكرين انتو؟ مو نحن اللي قتلنا القرخانلي. لا تفرحوا كتير. مبارحة اجا ضيا لعنا، لنشوف اذا رح يجي اليوم. في شي موال براسه؟ ضيا عم يستنى هاللحظة من 50 سنة. يا اما رح يجي ليبوس ايديكن او تبوسوا ايديه. ما بقبل الاهانة بنوب. يا بيبوس ايدي يا للأمر. شخص متهور مدمن مخدرات، انحكم كتير وفات على السجن، اغتصاب واعتداءات، نشل وبيع مخدرات وقضايا كتيرة كمان. امتى طلع من السجن؟ قبل شهر. وما كان يتوب؟ ابدا. وكمان حسب افادة للشهود والسكينة اللي قتل فيها المغدور، المصاري، الساعة والدم اللي كان على ثيابه، كل هدول بيأكدوا انه هو القاتل. بيعرفوا للمغدور؟ حسب افادته ما بيعرفوا. مو ذاكر انه استخدم السكين. هو كان أخذ حبوب. كيف شخص مثله بيتعاطى هيك حبوب؟ بيقدر يضرب هيك ضربات، ضربات ثابتة، وحتى أنه وصل لقلبه من ظهره. وطبعا الناس ما رح يصدقوا هالشي، في شغلات مو واضحة. بس مع الأسف رجل أعمال كبير مثل محمد قرخالي بينقتل على إيد هيك شخص تافه، ما حلوة بحقه. راح العتم يا حسن وطلعت الشمس من جديد. مين عمل هالشي؟ يلي عمل قرخان لبارون، هو اللي حط قرخان لي بالتراب. بس ليش اختار هالوقت سيدي؟ حسن هنن ما بيتحملوا تأخير مشروع الشرق الأوسط الكبير بمشاركتهم للتطورات العامة. قتلوا رفيق الحريري بلبنان وقتلوا قرخان لي هون. عم تتغير موازين كل الدول بهالمنطقة. شوف القياديين قبل 5 سنين، صدام بالعراق، حافظ الأسد بسوريا، حيدر علييف بأذربيجان، عرفات بفلسطين، الملك حسين بالأردن، وشوات ناسيا بجورجيا. ما ضل غير مصر
وإيران ما تغيروا. أصلا ما في داعي أنه تتغير مصر، بس إيران الهدف رقم واحد. وشو هي خطة تحركنا سيدي؟ أسرار محمد قرخان اللي متعلقة بجريمة قتله راح نعرف الحقيقة، وراح نشوف الأشخاص اللي واقفين وراها. لما فتت على أوضتي مبارح لقيت حدا حاطط لي على طاولتي شي ما عرفت شو هو. شلون هيك؟ أنا اللي عم بسألك يا حسن، كيف؟ يلي بيقدر يفوت لعنا رح يقدر يفوت لمحفلهم. عدنان ولك حاجة تاكل؟ أنا شايف راح نطلع المعلم ميماتي ونحطك محله. من الملل هلا شو بدنا نساوي يعني؟ مو أحسن من الكلمات المتقاطعة تبعك؟ مساء الخير يا شباب. ميماتي كيفه؟ خير. راح شوفه. ممنوع الزيارة. أنا مو جاي زيارة. خليك هون. نلعي ميماتي. ميماتي أنا آسفة كتير. صدقني يا ميماتي أنا قلت له ما يأذيك أبدا. بس هو خدعني. ميماتي أنا كنت خايفة. بابا ببساطة كان ممكن ياخذ الأولاد مني. بس للأسف مراد هو اللي أخذ ابني مني. قلت لك روحي. روحي. أنا ما كنت بتمنى إني أشوفك بهالحالة يا ميماتي. إذا أنت ما فهمتني مين بده يفهمني؟ أنا رحت لهنيك مشان أقتلك نسري. وما رحت راجع أبداً. ترتاح قتلي، لأني رح موت ألف موتة بدون ما أكون مع ابني نهان. لازم أبسط ورجيني ابني ولو مرة واحدة بس. وبعدين قتلي. Oh, my God.
بتحبي تقعدي؟ ليش كذبت علي؟ لأني ما كنت بعرف الحقيقة يا صفية. أنت قلت لي أبوك باجتماع وطلعت بعدها لتشم هوا نظيف، كنت جنبه؟ لا، ما أخذني معه. ليش؟ الشغلات اللي كان ما بدي أني أعرفها ما كنت أسأله عنها. أنت اللي قتلت بابا.